الحمد لله أنا في نعمة. من أول يوم جئت هنا تارك البلد اللي ولدت فيه وأبائي وأمهاتي وإخواني وأخواتي كلهم موجودين في حبشة، من أرض الحبشة، من أرض بلاد الهجرة. الزمن تجاوز 70 عام حتى أصبح رمزا لا يفارق الحرم. نوري شيخ أغوات المسجد النبوي يسترجع ذاكرة الأغوات في مسجد الحبيب بهيبة وقوفهم وتميز لباسهم وأعمالهم، فكانت نفحات بخور الحرم تخرج من مباخرهم فتفضي على المكان المقدس روحانيته.